أول شيء السلام عليكم طلاب، إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. اليوم راح نبدي محاضرتنا عن الري اللي هي 2 dimension. إحنا أخذنا الري 1 dimension، هسا راح نبدي ناخذ الري اللي هي شنية 2 dimension، اللي هي الري 2 dimension. زين، الري 2 dimension شنو فرقه عن ال 1 dimension؟ إحنا قلنا ال 1 dimension هي سلسلة من شنو؟ سلسلة من 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 الاي تيمز اللي هي اما تكون حروف او ارقام او تكون عباره عن فلوت او الى اخره. زين، نجي على التو دايمنشن. التو دايمنشن هي نفس وان دايمنشن ولكن اكثر من مصفوفه، اكثر من مصفوفه. يعني شلون اكثر من مصفوفه؟ يعني يكون عندنا بعدين، بعد الاول والبعد الثاني، اللي هي تكون عباره عن صفوف وأعمدة حال الجدول، ولكن هنا راح تختلف أمور معينة. هسه راح بس يشتغل عند البن. أوكي، يشتغل. راح أجي أرسم لكم إنه شلون راح تكون عندي المصفوفة، إنه كانت عندي 1 دايمنشن أو شلون يصير عندي إلى 2 دايمنشن، وشلون راح تتمثل بالذاكرة بالضبط، شلون راح تتمثل بالذاكرة. المصفوفة 2 دايمنشن دائما عندي بها أما عمود، دائما عندي بها عمود وصف، دائما عندي بها عمود وصف. لاحظ عندي اذا كانت مصفوفه 1 دايمنشن فتكون بهاي الطريقه، هاي يعني مخيلتنا شلون تكون المصفوفه. فمثلا لو كان عندي مصفوفه تتكون من خمس عناصر، اذا راح يكون عندي عنصرين ثلاثه اربعه خمسه، فهذا الاندكس مالته 0، وهذا الاندكس مالته 1، وهذا الاندكس مالته 2، وهذا الاندكس مالته 3، وهذا الاندكس مالته 4. شلون انا امثلها؟ مثلا هاي المصفوفه من نوع انتيجر، فش اقول؟ اقول انت يعني انتيجر، اسم المصفوفه اللي هي مثلا اكس، واخلي السايز مالته هذا ايش قد؟ 0 1 2 3 4، يعني سايز مالته 4، لا سايز مالته هنا 5، عدد العناصر اللي عدد الايتمز 1 2 3 4 5 ايتمز. يعني انا عندي هنا 5 عناصر، فاخلي اوف 5، واتفقنا انه هذا الخمسه ايش يكون؟ يكون كونستانت، ثابت، يعني ما اخليه متغير، ما يصير فيريبل. زين، لو انا ردت انه تكون المصفوفه متكونه من اكثر من مصفوفه شلون؟ فراح اجي ارسم مصفوفه ثانيه جواها، ومصفوفه ثالثه جواها، ومصفوفه رابعه جواها مثلا. فلو جينا هنا انه هاي تكون عندي من اربع شنو؟ اربع صفوف. زين، الاعمده شنو هي؟ اعمده واحده، هذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ثلاثه، وهذا اربعه خمسه. اذا هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. زين، هاي المصفوفه ايش قد الاندكس مالته؟ صفر، وهذا واحد، وهذا اثنين، وهذا ايش قد؟ ثلاثه. اذا المصفوفه ما تتكون من شنو؟ من خمسه في اربعه. اذا هنا انا لازم اخلي عندي هنا شيء يكون عندي اربعه. صارت عندي مصفوفه 2 دايمنشن، هي مصفوفه 1 دايمنشن، ولكن شنو عندي؟ كل صف هو عباره عن مصفوفه 1 دايمنشن. كل صف هو عباره عن مصفوفه 1 دايمنشن. زين، راح نجي نشوف البرزنتيشن. اوكي، الري بار 2 اللي هي احنا اخذنا ال 1 دايمنشن، هسه ناخذ ال 2 دايمنشن الري والاخطاء اللي تظهر عندنا باللاحظ. هنا انا عندي مصفوفه متكونه من شنو؟ من 2 في 2، من 2 في 2. فاني اول خانه اللي اخليها راح اخليها للصفوف، والخانه الثانيه راح اخليها للاعمده. فمثلا انا هنا كم عمود عندي؟ عندي 1 2 ثلاثة أربعة. أوكي، عندي 1 2 3 4. إذا أنا عندي متكونة من شنو؟ متكونة من أربع أعمدة. وكم صف؟ 1 2 3، 1 2 3. فلازم أعرف مصفوفة تتكون من قد؟ من 3 في 4. 3 شنو؟ عدد منو؟ عدد الصفوف، والأربعة عدد الأعمدة. إذا المصفوفة ما تتكون من قد؟ من 3 في 4، 3 في 4. هذا شنو هو السايز؟ يعني انا من اريد انشئ، احنا متفقنا بالمحاضره اللي راحت
هنا انا قلبت الصف ما كان العمود، المفروض هنا انا اربعه، بس لان المثال مالنا مثلناها ب هاي اربعه وخمسه. احنا متفقنا بالمحاضره اللي راحت انه اذا كان عندي، اذا كان عندي انتيجر، لاحظ هنا بما انه انا هنا عندي انتيجر، اذا هذا شو يعتبر؟ يعتبر سايز. اما اذا ماكو انتيجر فهذا شو يعتبر؟ يعتبر لوكيشن، اللي هو الموقع مال العنصر، موقع العنصر، موقع العنصر. زين، اذا انا عندي المصفة مثلا، هاي مصفة من نوع انتيجر تتكون من اربع اعمدة وثلاثة صفوف، العمود الاول اللي هو يتكون من 8 و3 و14، اما الصف الاول يتكون من 8 و16 و9 و5. زين، لو انا اريد اعرف، لو انا اريد اعرف هسه مثلا هذا، اريد اجيب هذا القيمه، اوكي، اريد اجيب هذه القيمه، فشلون اقدر اجيب هذه القيمه؟ اوكي، شلون اقدر اجيب هذه القيمه؟ لاحظ انه هذه القيمه شلون اقدر اجيب ال 15؟ لازم اعرف في الموقع ماله بالضبط. يعني شلون الموقع؟ الموقع مالته يتكون من واحد بواحد. يعني هسه من اقول مثلا اسم المصفوف مثلا فال، اوكي، وواحد بواحد، اذا راح يروح وين؟ الصف، يا صف الاول يا عمود الاول، اذا راح يجيب لي اياه. اما اذا هذا المكان فهو اثنين باثنين، اثنين باثنين، هذا المكان هو صفر بثلاثة، هذا صفر بثلاثة، هذا المكان هو اثنين بصفر، اثنين بصفر، وهكذا وهكذا. اوكي، لاحظ عندي هنا أنا مثلا يقول لك انا عندي مصفوف هذا واحد بثلاثه، اذا عندي الصف الاول والعمود الثالث مثل ما اتفقنا قبل شويه. زين، اذا انا اريد اخذ عنصر، يعني مثلا اريد اقول مثلا عندي، خلينا نجي نبرمجها احسن. احنا ليش قلنا تطبون من وكيت؟ لان انا مو كل شويه نعطيكم ادمت يعني اوافق لكم، يعني الساعه بالعشره و40 دقيقة وهسه يلا تجون وكل، يعني ما اعرف، يعني شحتي ما اعرف. يعني انا اتفقنا يعني المفروض من العشرة تاخرت شوية، دزيت لكم على الايميل، حكيت لكم المفروض تدخل اليوم محاضرة. زين، انا هسه من اجي اعرف اقول هاش، لاحظ هاش انكلود اي او ستريم. طبعا انت راح تحضر هسه ما راح تفتهم كل شيء، لان يعني انت هاي يعني المقدمه اذا ما حضرتها ما راح تعرف شنو قاعد نسولف، يعني راح عليك السوالف اللي اخذناها. يوزنج نيم سبيس اس تي دي، اوكي. طبعا احنا ما حاجه بعد دائما نشرحها نعرفها شنو هي. فانا اقول انتيجر مين، طبعا انا دائما اخلي انتيجر على مودكم، لان انتم تستعملون يستعملون الديف، فديف ياخذ انتيجر، فاقول هنا من اقول انتيجر لازم اقول شنو؟ ريتيرن زيرو، اوكي؟ زيرو، اوكي؟ و تعلمنا احنا اذا نريد نوقف الشاشه فاما اقول جيت شار اللي هي، او اقول سيستم باس، وقلنا هذا السيستم باس هو فانكشن يجيب لي عملية معينة، فلما اقول له باص اقول له وقف لي شوية الى ان اضغط مفتاح بعدين امشي. يعني مثلا اذا اشوف نتائج اقول له سيستم باص وقف البرنامج مالتي هنا، اضغط اي مفتاح راح يمشي. وانا من اخلص اقول له وقف قبل ما تنهي، خليني اشوف النواتج اضغط مفتاح راح ينهي لي، اوكي؟ زين، انا هنا اعرف مصفوف، اقول انتيجر شنو المصفوفة مالتك؟ المصفوفة مالتي اسمها مثلا اكس، اكس تتكون من كم عنصر؟ اذا انا اريده من صفين وثلاث اعمده، اذا هذا صفين وثلاث اعمده، المصفوفه مالتي تتكون من شنو؟ من صفين وثلاث اعمده. زين، شلون ترسم؟ اوكي، خلينا نجي نرسمها. اذا هاي عندي هنا هاي المصفوفه الصف الاول والمصفوفه الصف الثاني، اوكي؟ العمود الاول والعمود الثاني والعمود الثالث، هاي المصفوفه مالتي، هذا اللوكيشن مالته صفر وهذا واحد، هذا اللوكيشن صفر وواحد واثنين. إذا لو نجي على العناصر، هاي ايش قد؟ صفر بصفر، هاي ايش قد؟ صفر بواحد، هاي ايش قد؟
صفر باثنين، هذا الموقع مالته واحد بصفر، اوكي هذا الموقع مالته واحد بواحد، هذا الموقع مالته واحد باثنين. اذا انا عندي هاي اللوكيشن، كل وحده من هاي اللوكيشن اقدر احط لها قيمه. اذا بما انه انا عندي هنا انتيجر، اذا هذا شنو هو سايز؟ هذا شنو هو سايز؟ اوكي زين، هذا شنو معناته؟ هذا الرو، هذا الصف، وهذا الكولوم، هذا العمود. اوكي اتفقنا هذا الشيء قبل شويه. اذا انا عندي هنا عرفت مصفوفه تتكون من صفين وثلاثه اعمده بالذاكره، هاي الصفين راح تتمثل عندي بالذاكره بهاي الطريقه، ترى يعني بالذاكره تتمثل عندي بهاي الطريقه، يعني مو تتمثل عندي مربعات مثل ما ارسم لكم اياها، لا بهذا المكان. هاي يعني مثلا انا كم عنصر؟ 1 2 3 4 5 6. اذا هنا انا راح يخزن لي 6 خلايا، 6 3 4 5 هاي 6، اوكي كل وحده اكس، هذا 0 بصفر 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2. بهاي الطريقة تتمثل عندي المصفوفة، بهاي الطريقة قاعد تتمثل عندي المصفوفة بالذاكرة، ولكن احنا للتوضيح احنا نرسم كل صف بصفه، يعني اذا عندي الناو ارسم بهاي الطريقة. الذاكرة تمشي يعني سيكونس متساوية، وتكون قلنا المصفوفات الخلايا تكون وصف الله، يعني احد مزايا الخلايا او هي احد مساوئ المصفوفة، انه لازم تكون عندي الخلايا او المكان الخزن تكون البوزيشن بصف بوزيشن، يعني الاندكس بصف اندكس، يعني صفر صفر بصفر لازم بصفه صفر وواحد، لازم بصفه صفر واثنين، لازم بصفه واحد وصفر، لازم بصفه واحد وواحد، لازم بصفه واحد واثنين، وهكذا. ما يصير مثلا اخزن هنا صفر بصفر وبهذا الخليه الاخيره مثلا اخزن هنا صفر واحد، اوكي ما يصير، هذا خطا هيك. لازم وحده تسلسل بالله، اوكي تسلسل بالله، لان احنا عندنا كل خليه ان شاء الله سنه الاخ اخذها بالمعماريه، كل موقع عندنا هنا شنو عندنا العنوان مالته، الادريس مالته، فيكون يوزع لي الادريس على التسلسل. اوكي هاي ان شاء الله من نصل البوينتر، بعد كم محاضره نصل البوينتر نشرح لكم الادريس. زين هسه عرفنا شلون عرفنا المصفوفه. زين لو مثلا هنا ردت اخلي قيمه بالموقع الاول هنا، ردت اخلي قيمه بالموقع الاول هنا، فش اقول؟ اوكي الموقع مثلا اكس اوف، لاحظ اوف صفر بصفر، فاقول يساوي لي 10. شلون يعني هنا؟ يعني معناته انه الموقع صفر بصفر اللي موجود عندي راح اخلي به قيمه شقد؟ 10. الموقع صفر بصفر اللي موجود عندي راح اخلي به قيمه 10، اوكي؟ هنا الموقع صفر بصفر راح اخلي في قيمه 10، يعني هنا راح اخزن بهذا المكان 10، يصير عندي هذا المكان قيمته ايش قد؟ 10. اوكي زين اريد اخزن بالموقع مو صفر بصفر، اريد اخزن بالموقع 2 اكس، العفو اكس اوف 2 3. اكو عندي هيك موقع، انا بما انه انا المصفوفه 2 ب 3 فمستحيل اوصل 2 ب 3، ليش؟ لان هذا السايز. فلو جينا على الرسمه مالتي هنا شوف ماكو 2 ب 3، 0 ب 0 0 ب 1 0 ب 2، اوكي 1 ب 0 1 ب 1 1 ب 2، فما عندي 2 ب 3. ليش؟ لان احنا دائما قلنا نوصل الى السايز ناقص 1، فاحنا اقصى حد نقدر نوصله بالصفوف هو 1، 2 ناقص 1 ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي واحد، فأنا أعلى حد أقدر أوصل له هو الواحد. أما الأعمدة فنقول ثلاثة ناقص واحد يساوي لي اثنين، فأعلى حد أقدر أوصل له اثنين. أوكي أبدي يعني من الصفر وانتهي بالاثنين، وهنا أنا أبدي من الصفر وانتهي بالواحد، فأنا هنا أنا اثنين بثلاثة ماكو عندي شيء اسمه اثنين بثلاثة. صحيح أن السايز مالتي اثنين بثلاثة، ولكن أنا راح أبدي من الصفر، فمن أحسب صفر واحد اثنين إنه هاي ثلاث قيم، الصفر والواحد والاثنين إذا هاي ثلاث قيم. اما اذا احسب من الاثنين صفر وواحد هاي قيمتين، فانا مستحيل اقدر اوصل الى موقع اسمه 2 ب 3، فهنا انا عندي شنو؟ عندي خطا. عندي
حبة. فش اسوي؟ لازم اكتب العنصر اذا اريد اوصل مثلا لهذا المكان، فاكتب واحد باثنين، فاكتب واحد باثنين، واحد باثنين، اوكي؟ او اقول مثلا قيمته ستة. فش راح يصير هنا؟ راح يخزن بالموقع واحد باثنين يخزن ايش قد؟ ستة. وين واحد اثنين هذا؟ اذا هنا راح يصير قيمته ستة، اوكي؟ نفس ال نفس ال one dimension، ولكن هنا يكون عندي الموقع يتكون من قيمتين. قبل ذيك المحاضره من اخذنا ال one dimension كنا نحط القيم، تكون عندي الاندكس هو رقم واحد، اوكي؟ اما هنا لا، الاندكس هو رقمين، يمثل الرقم الاول هو يمثل الصف، والرقم الثاني يمثل لي العمود. نرجع نقول الرقم الاول يمثل لي الصف، والرقم الثاني يمثل لي العمود. يعني هذا الرقم يمثل لي الصف، وهذا الرقم يمثل لي العمود. يعني هذا الموقع واحد صف واثنين عمود، هذا واحد صف، نجي نحسب اثنين عمود، اذا هذا المكان. اوكي، اذا اريد احسب فصفر واحد، هذا صفر واحد، العمود الثاني صفر واحد اثنين، اذا هذا العمود الثاني بهذا المكان. وصلت الفكره ان شاء الله؟ نفس الحاله اذا اريد اجيب قيمه، مثلا اريد اجيب قيمه، فمثلا اقول هنا انتيجر، اوكي، انتيجر مثلا اي يساوي لي شنو؟ يساوي لي مثلا اكس اوف صفر بصفر. فهنا معناته انه القيمه اللي موجوده بالموقع صفر بصفر راح تنخزن وين؟ بالاي، تنخزن وين؟ بالاي، بالذاكره، تنخزن وين؟ بالاي. فراح يروح يجيب موقع صفر بصفر ايش قد؟ 10، اذا راح يخزنها وين؟ بالاي. فانا اقدر اضيف للمصفوفه او اخذ للمصفوفه كانما انا قاعد اتعامل ويا اي متغيرات، ولكن هنا انا معرف متغير واحد يتكون من عده عناصر. شلون يعني؟ يعني انا عندي اكس هو متغير يتكون من عده عناصر، كم عنصر يتكون؟ يتكون من 2 في 3، يعني هنا 2 في 3، اذا انا عندي 6 عناصر، المصفوفه مالت 2 في 3، اذا انا عندي شنو؟ 6 عناصر، اوكي؟ اذا هنا اقدر استخدم اي عنصر من هاي المصفوفه كمتغير، واقدر اخزن باي موقع بهاي المصفوفه اي متغير. زين، يا متغير حسب نوع الداتا تاب، يعني مثلا انا هاي المصفوفه مالتي من نوع انتيجر، اذا انا ما اقدر اخزن بها الا قيم انتيجر، او هاي المصفوفه مالتي من نوع فلوت، اذا انا اقدر اخزن بها شنو؟ فلوت او ما يتقبل الفلوت، اوكي؟ كاركتر اقدر اخزن بها كاركتر او ما يتقبل شنو؟ الكاركتر او الحروف. وصلت الفكره ان شاء الله؟ ماكو اشكال لحد الان؟ اوكي. زين، هل انا اقدر مثلا اسوي عمليات رياضيه على المصفوفه؟ اوكي، اقدر اسوي عمليه على المصفوفه. مثلا انا هنا قلت 4، شوف لاحظ هنا أنا 4 في شنو؟ في المصفوفه اوف 1 بصفر ناقص 5. يعني شنو؟ يعني جبت قيمه من المصفوفه نقصتها بخمسة وضربتها بأربعة، يعني أنا أتعامل ويا الموقع كأنما هو متغير، ولكن شنو هنا عندي المتغير هذا اللي عندي إلى أكثر من موقع، يعني أكثر من قيمة. إذا أنا المصفوفة مالتي 2 في 3 فأنا عندي 6 قيم للمصفوفة. فأنت ياهو تختار حتى تتعامل ويا، هل تريده كله لو من عنده؟ فأنا لازم أختار. فأنا شنو قلت له؟ أريد الموقع واحد بصفر، إذا هنا أنا الصف واحد والعمود صفر. الصف واحد والعمود صفر، راح يروح للموقع واحد بصفر، هذا واحد، هذا الصف العفو واحد وهذا صفر، اذا راح ياخذ هاي القيمه يخليها هنا، ايش قد قيمتها يجيبها؟ ينقص من عندها خمسه يضربها في اربعه. اوكي؟ او انا اريد اجمع العناصر، فاقول اجمع المصفوفه يعني، فاقول القيمه الاولى صفر بصفر زائد القيمه الثانيه صفر بواحد زائد القيمه الثالثه صفر باثنين زائد القيمه صفر بثلاثه وهكذا. اذا انا راح اجمع القيم، راح اجمع القيم. زين، هل استطيع ان ادخل قيم مباشره؟ هل استطيع ان ادخل قيم مباشره؟ لاحظ عندي هنا انا ثلاث صفوف واربع اعمده. ثلاث صفوف واربع اعمده، هذا المكان يمثل لي الصف الاول والعمود الثالث، واحد بثلاث، اوكي؟ العمود الاول ثلاث. زين، انا هنا اريد ادخل قيم مباشره. احنا تذكرون بالمصفوفه ال1 دايمنشن مثلا اكس هنا 3 اقول يساوي لي، اوكي؟ تذكرون من مثلا لما ردنا ندخل مصفوفه
احنا مو اتفقنا انه انا عندي المصفوف فهي عبارة عن وان دايمنشن بس متكررة، يعني مثلا هاي المصفوفة الاولى، المصفوفة الثانية، الثالثة. المصفوفة الاولى هي وان دايمنشن، زين انا يعني اذا اكرر هاي الوان دايمنشن، المصفوفة الاولى اكررها اربع مرات، المصفوفة الوان دايمنشن، فاقول اربعة وياه فصار عندي اربعة، اقول اثنين صار عندي اثنين وهكذا. اذا انا من ادخل القيم، اذا راح ادخل الصف الاول، بعد ادخل الصف الثاني، ادخل الصف الثالث وهكذا. زين شلون يصير عندي الادخال المباشر؟ احنا مو عندنا طريقتين ادخال مباشر، فهنا مثلا اذا اريد ادخل مصفوفة وان دايمنشن، وراح هنا انا كم عمود عندي؟ ثلاثة. اذا انت قد تاخذ ثلاث قيم، فاقول واحد اثنين ثلاثة. زين هذا شنو هو؟ انا دا احسب شنو؟ دا ادخل القيمة صفر بصفر، صفر بواحد، صفر باثنين، واحد اثنين ثلاثة. اذا هذا راح يصير قيمته واحد، وهذا راح يصير قيمته اثنين، وهذا راح يصير قيمته ثلاثة. زين المصفوفة الثانية شو راح انزل؟ هنا راح اكون مصفوفة ثانية بهاي الطريقة، العفو، مجرد اخلي قوس منها وقوس منها، اوكي؟ فهنا انا اعتبر لي المصفوفة الاولى، اخلي فارزة فارزة، واخلي المصفوفة الثانية، واقول ايضا هنا انا مثلا ثلاثة بأربعة بخمسة، ثلاثة بأربعة بخمسة، اوكي؟ زين لو مثلا حبينا نطبع اي قيمة من هاي القيم، اي قيمة يعجبك، مثلا انا اريد هسه اشوف، لاحظ، خلينا نرسم المصفوفة مالتنا، نرجع نمسحها هنا، اوكي؟ نرسم المصفوفة من جديد وندخل بها قيم، اوكي؟ هاي المصفوفة مالتي تتكون من شنو؟ من صفين، هذا صفر وهذا واحد، زين كم عمود؟ ثلاثة، إذا هذا واحد وهذا اثنين وهذا ثلاثة، هذا الموقع ايش يمثل لي؟ صفر بصفر، وهذا الموقع ايش يمثل لي؟ صفر واحد، وهذا الموقع ايش يمثل لي؟ صفر اثنين، أما هذا ايش يمثل لي؟ هنا أنا واحد بصفر، وهذا ايش يمثل لي؟ واحد بواحد، وهذا يمثل لي واحد باثنين، هذا الاندكس، هذا الاندكس. القيم اللي انا دخلته هنا دخلت واحد بالموقع صفر بصفر، وهنا اثنين، وهنا ثلاثة، وهنا انا اربعة، وهنا انا خمسة، وهنا ستة. العفو، هنا انا ثلاثة مرتين تكررت، فهنا انا ثلاثة، اوكي؟ او علي خلينا احنا نعدل المصفوفة مالتنا، خلينا نخليها اربعة حتى تصير بالضبط. اوكي؟ هاي المصفوفة. هسه نعدل هاي نسوي اربعة. زين انا شنو اريد؟ اريد اعرف الموقع واحد باثنين ايش قد. اوكي؟ اريد اعرف الموقع واحد باثنين ايش قد، فهنا اقول اربعة وهنا خمسة وهنا ستة، اوكي؟ زين. اذا شو اقول؟ سي اوت، لاحظ، سي اوت يا موقع اكس، هذا مو اسم المصفوفة اكس، يا موقع تريد؟ اريد الموقع اللي هو يمثل لي واحد، اوكي؟ باثنين. اللي احنا يا اتفقنا اللي انا اريد هذا الموقع واحد باثنين، المفروض يطلع لي ستة، راح اشوفه يطلع ستة، خلينا ننفذ. لاحظ ايش يطلع لي؟ يطلع لي ستة. ايش يطلع لي؟ يطلع لي ستة. شلون اعرف كم عمود وكم صف؟ شلون اعرف كم عمود وكم صف؟ احنا انت يمكن جيت متاخره. احنا من نجي نعرف، انا اعرف المصفوفة مالتي كم عمود وكم صف، فانا قلت هنا انا اريد صفين وثلاثة اعمدة. اريد صفين وثلاثة اعمدة، اذا انا اغير القيم منها فراح يتغير. هذا شنو معناته؟ هذا سايز. شلون عرفت السايز؟ لان انا عندي هنا أنا شنو؟ داتا تايب، اوكي؟ وعرفت مصفوفه، فهنا أنا شنو معناته سايز؟ اما هنا فهذا لوكيشن، موقع، هذا الاندكس اللي هو يحمل القيمه، فانا قلت له اريد الموقع الصف الاول يعني مو الصف الاول، عفوا، صف رقم واحد وعمود رقم اثنين، يعني الصف الاول يبدي بالصفر، فهنا أنا معناته صف واحد هذا واحد، صفر واحد هذا واحد، زين العمود ايش قد؟ اثنين، صفر واحد اثنين، اذا هذا القيمه ستة. اوكي؟ زين، هل انا استطيع مثلا اغير القيمه؟ اوكي، لاحظ هنا قلت الموقع هنا انا مخلي ستة، خليه مثلا 60 بدال الستة، اوكي؟ وارجع اطبع القيمه هنا. شوف لاحظ. وارجع اطبع القيمه هنا، لاحظ، وراح اطبع بهذا المكان الاي، ما راح اطبع الاكس. الاي هنا شو يمثل لي؟ يمثل لي ايش قد؟
يمثل الموقع صفر بصفر، يعني هنا قيمة صفر بصفر شقد؟ واحد. راح وين اخزنها؟ اخزنها بالاي. فالمفروض الاي هسه شقد يساوي لي؟ يساوي لي واحد. بس هنا أنا مو صفر بصفر شقد، مو راح يطبع لي واحد، راح يطبع لي 10. وراح اقول لك ليش راح يطبع لي 10. اوكي، ليش راح يطبع لي 10؟ اول شيء خلينا ننفذ، خلينا ننفذ ونفاصل لكم البرنامج بالتفصيل شلون اشتغل. لاحظ ايش صار عندي هنا. انا طبع اول شيء، انا شنو ردت؟ انا ردت الـ 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 بالـ بالـ بالبرنامج شنو ردت من عنده؟ ردت من عنده انه اول شيء يطبع لي الموقع واحد باثنين. اوكي، يعني شنو؟ يعني الصف الاول والعمود الثالث، العمود العفو الثاني، الصف العفو صف رقم واحد والعمود رقم اثنين. يعني من نجي نرسم هنا، اذا هذا صف واحد وهذا العمود اثنين، اذا هنا أنا ستة، فشنو طبع لي؟ طبع لي ستة. زين، نجي ايش قلت له؟ قلت له انه القيمة اللي هي واحد باثنين، اللي هي نفس القيمة اللي هي هذه، اللي هي واحد باثنين، سويها يساوي لي 60، فراح يخزن ال 60 وين؟ بالواحد. اذا هاي دالت 6 راح تصير ايش قد؟ 60. بعدين ايش قلت لاني؟ اطبع لي اياها نفس هذه، رجعت طبعتها مو صح؟ ايش قد طلعت القيمه مالته؟ 60. وراها ايش قلت؟ قلت اي يساوي لي اكس بصفر، العفو صفر بصفر، اللي هو من هو؟ الموقع الاول هذا واحد. بس ليش اطبع لي 10؟ ليش اطبع لي 10 ما اطبع لي واحد؟ لان انا هنا ايش قلت؟ قلت اكس صفر بصفر يساوي لي 10، فغيرت قيمة الواحد الى 10 قبل ان اطبع، قبل ان اطبع. لذلك انا شنو صار عندي؟ صار عندي هاي القيمة يساوي لي 10، صارت القيمة يساوي لي 10. اوكي؟ زين. اذا هنا عرفنا المصفوفة شلون يصير الادخال مباشر. زين، هل نستطيع ان يكون ادخال غير مباشر؟ اوكي، هسه هنا مو خلينا 60، او انا شنو اقدر اخلي هنا؟ لاحظ، اقول هنا انا سي ان، لاحظ سي ان، واقول اكس اوف واحد مثلا باثنين. فهنا راح ادخل القيمه، القيمه اللي راح ادخلها شوف راح يطبعها هنا واحد باثنين. يعني انا راح ادخل القيمه، القيمه يصير ادخال مباشر عن طريق السي ان. راح امسح هاي الفقره، هنا انا مو سته، فلاحظ من اجي انفذ راح يطبع لي اول شيء ايش قد؟ هنا انا سته، بعدين يحول قيمه صفر بصفر الى 10، بعدين يقول لي دخل قيمه واحد باثنين. واحد منه؟ صف الاول، صف رقم واحد والعمود رقم اثنين. اوكي، لاحظ سته. هسه شنو ينتظر؟ ينتظر ادخل القيمه، راح ادخل مثلا 11، فالمفروض يطبع لي ايش قد؟ يطبع لي 11. 11 منه؟ دخلنا واحد باثنين 11، قلت له اطبع لي واحد باثنين فاطبع لي قيمته 11. اذا المصفوفه تغيرت من رقم 6 الى رقم 11. وصلت الفكره؟ وصلت الفكره. زين، هسه نجي شلون راح نقدر ندخل مصفوفه 3 باثنين مباشره بدون ان استعمل هاي الامور كلها ولا استعمل ادخال مباشر. يعني انا شلون اقدر احددها؟ يعني هل من المعقول انا اذا كانت مصفوفة عندي 10 في 10 اقول سي ان اكس 1 0 ب 0، اكس 0 ب 1، 0 ب 2، 0 ب 3، 0 ب 4، 0 ب 5، 0 ب 6، واخلص 0 الى نصل 0 ب 9، بعدين اقول 1 الى نصل 9، بعدين اقول 2 اصل 9، لين اصل 9 في 9؟ هاي مصفوفه كلش يعني راح ادخل 100 قيمه، هاي مستحيل، مستحيل انا ادخل 100 قيمه. فانا شو اقول؟ شو اقول؟ اقول مثلا انا اقول 4 انتيجر. انا المصفوفه مالتي اول شيء شنو عندي؟ عندي الصف، الصف مالتي ايش قد؟ الصف عندي اثنين مو صح؟ اللي هو صفر وواحد. فاقول انا احتاج الى صفر، اقول اي يساوي لي صفر، مو شرط اي، قول ام، قول اكس، قول ار، القيمه اللي انت تعجبك. زين، الاي ايش بيها؟ انا دائما اريد الاي تكون اصغر من اثنين، يعني انا عندي السايز هنا اثنين، فالاي تكون عندي صفر وواحد ويوقف، فلازم تكون شنو ايش بيها الاي؟ الاي اصغر من اثنين. زين، وبعد انه الاي انا عندي تكون صفر وبعدين تصير واحد، يعني شبيها تزداد بمقدار واحد، اذا اي بلس بلس. اوكي، خلصنا. زين، وراها هسه انا عندي الصف، بس انا اريد العمود، العمود شبيه؟ لو رجعنا على الرسم هنا، انه انا الصف هنا لاحظ ثابت صفر صفر صفر، بس منو بده يتغير؟ بده يتغير العمود صفر واحد اثنين. فاني اريد في كل مره يكون الصفر، يكون الاي قيمه، لازم عندي قيمه العمود تفتر ثلاث مرات.
اذا انا هنا شنو احتاج؟ احتاج الى لوب ثاني. فش اقول؟ اقول هنا انا فور انتيجر، انتيجر منه انتيجر جي، اوكي، يساوي لي ايضا صفر، والجي هنا انا ايش قد عندي الصف العمود العفو عندي ثلاثة، اذا انا عندي صفر واحد اثنين ما اريد اوصل الى ثلاثة، اذا دائما اقول الجي ايش بيها اصغر من ثلاثة، والجي ايش تصير بيها صفر واحد اثنين، اذا انت تزداد بمقدار واحد، الجي ايش قد تزداد؟ تزداد بمقدار واحد، اذا هنا اقول فور وصار عندي شنو؟ صار عندي فورين، فور داخل فور، معناته انه هنا الاي ايش قد هنا؟ صفر، هل الصفر هو اصغر من الاثنين؟ اوكي ترو، تندلون احنا ما راح نصل هنا مو صح؟ راح ننزل على البادي، والبادي هنا من راح ينزل راح يلقى فور، اذا الاي صفر، الجي هنا ايش قد؟ صفر، هل الجي اصغر من ثلاثة؟ اوكي ترو راح ينزل هنا، فهنا ايش اقول له؟ اقول له سي ان، اوكي هنا راح اقدر استغل هاي الطريقة، اقول له سي ان اكس اوف اي، احنا مو قلنا الاندكس يصير اخليه متغير، اذا الاي هو متغير والجي متغير، فهنا انا الجي والاي ايش قد؟ الاي صفر والجي صفر، معناته انا شنو دا اسوي؟ دا اخذ هذا الموقع، اوكي؟ وياي؟ هذا الموقع صفر بصفر، زين، وشنو صار؟ جاني اند، منو راح يروح؟ راح يرجع الاي؟ لا طبعا، الاي راح يخلص هذا الفور كله الا يصل عندي على هذا الاند، يلا يرجع على الاي بلس بلس، فش راح يصير؟ راح يجي على الاند، وين يروح؟ يروح الجي، الجي ايش قد ايش بي؟ راح يزداد بمقدار واحد، زين الجي ايش قد كان؟ كان صفر، قد راح يصير؟ واحد، يجي على الجي واحد، هل هو اصغر من ثلاثة؟ اكيد لا، الجي واحد مو اصغر من ثلاثة، فاكيد نعم اصغر من ثلاثة العفو، فراح ينزل وين راح يصير؟ الاي ايش قد؟ باقي صفر، والجي واحد، فراح احقق هذا الموقع، صفر بواحد. اوكي، اجاني اند، وصل ايش قد هنا؟ وصل اثنين، هل اثنين اصغر من ثلاثة؟ اوكي ترو، راح ينزل هنا، الاي ايش قد؟ بعده صفر، الاي بعده صفر. والجي ايش قد صار؟ اثنين، اذا حققت صفر باثنين، صفر باثنين، اوكي نزل هنا صار الجي ايش قد؟ ثلاثه، هل ثلاثه هي اصغر من ثلاثه؟ فولس، اذا ايش راح يصير؟ راح يطلع من الفور، راح ينزل وين؟ راح ينزل على الاند هذا، ايش راح يصير الاي ايش فيها هنا؟ راح تزداد بمقدار واحد، فالواحد اصغر من اثنين، اوكي ترو، راح ينزل راح يلقى فور، راح يرجع انتيجر اي يساوي لصفر. اذا الجيش العفو الجي يساوي صفر، الجيش بيها راح ترجع من الصفر، احنا مو اتفقنا الفور من نرجع ندخل عليه من جديد يشتغل هذا اول مره واحده فقط بعد ما يشتغل، اذا هنا دخلنا من جديد ايش قد راح يصير؟ صفر، هل الصفر اصغر من ثلاثه؟ اكيد ترو، فراح ينزل هنا الاي ايش قد صار؟ واحد، والجي صفر، فهذا واحد بصفر، اوكي ينزل اند ايش قد راح يصير الجي؟ واحد، هل الواحد اصغر من ثلاثه؟ ترو، اذا واحد بواحد، هذا واحد بواحد، ينزل هنا اوكي يصير اثنين، هل اثنين اصغر من ثلاثة؟ اوكي ترو، اذا واحد باثنين، اوكي ننزل هنا انا اند، جاء هذا صار ثلاثة، هل ثلاثة اصغر من ثلاثة؟ اوكي فولس، فراح يجي اند هنا راح يجي هذا يزداد قد يصير اثنين، هل اثنين اصغر من اثنين؟ لا طبعا فولس، فراح يطلع من الفور، فبيج حالة انا سويت؟ سويت فور داخل فور وفريت على كل المصفوف وفريت على، فراح ادخل القيمة الأولى، القيمة الثانية، القيمة الثالثة، القيمة الرابعة، القيمة الخامسة والقيمة السادسة بالتسلسل عن طريق استخدام فور الاي والجي بازدياد بمقدار واحد، واقدر اتحقق انه انا افتر على جميع المصفوفة. اوكي؟ وصلت الفكرة؟ فكرة كلش سهلة، واضحة جدا جدا. واضحة جدا جدا. احنا حتى تكون عندنا الموضوع شوية يعني ارتب، فانا هنا راح اجي ادخل اقول سي اوت. اوكي؟ سي اوت انتر ذا فاليو اوكي اوف شنو اوف اللي نسويها بدبل كوتيشن اوكي اوف منو اوف الاي اوكي وارجع اسد القوس عمود بس يكون ترتيب يعني راح يطبع لي هذا المسج وبعدين يطبع لي قيمه الاي ايش قد اوكي وبعدين اريد اطبع لي مسج ثاني انه يسد القوس يسد القوس ويفتح لي قوس حتى اطبع منه حتى اطبع الجي واقول له اطبع لي الجي وارجع اسد القوس بدبل كوتيشن اي بس ترتيب يعني انا ما طالبه من عندكم ولكن هاي للترتيب واخلي القيمه بهاي الطريقه اوكي فار زمن
فش راح يصير هنا؟ راح يطبع لي enter the value of of ويفتح لي قوس هذا i is get صفر ويرجع يسد القوس ويطبع لي j is get صفر ويسد القوس يطبع لي نقطتين بعدين يقول لي دخل قيمة i و j دخل قيمة i و j and يرجع ال i j يصير واحد فهذا صفر بواحد وهكذا يفترفى في كل مرة راح يدخل لي قيمة يغير لي قيمة i و j هنا المتغيرات ولكن هذا المسج ايش بيه ثابت هذا المسج ايش بيه ثابت زين اذا اريد اطبع واذا اريد اطبع اوكي راح اطبع نفس الطريقه بنفس الطريقه شلون بنفس الطريقه انه انا هنا راح اجي استخدم نفس الفورين نفس الفورين بس بدال ما اقول له سي ان راح اقول له سي اوت لاحظ سي اوت اكس باي فراح يطبع لي موقع صفر بواحد صفر بصفر صفر بواحد صفر باثنين وهكذا اوكي راح اطبعه وبعدين نرجع نغير بس انا اريد شنو اريد اسوي اند لاين هنا أنا سي اوت حتى يطلع لي يعني انا ما راح اغير بي شيء راح تشوفون انتم شو راح تنطبع بعدين انا اجي ارتب لكم اياها كترتيب بس هنا راح ندخل القيمه اوكي فاجي انفذ اوكي شوف لاحظ هنا يقول لي انتر ذا فاليو اوف صفر بصفر يعني دخل الموقع صفر بصفر فانا راح اقول مثلا 10 اوكي بعدين ايش راح يقول لي دخل الموقع صفر بواحد راح اقول 3 صفر باثنين راح اقول 2 واحد بصفر شوف هنا واحد بصفر فاقول مثلا صفر واحد بواحد ناقص واحد اوكي انا عندي انتيجر فيقبل بوزيتيف ونيجاتيف وهنا راح اقول واحد باثنين فراح اقول مثلا اربعة اوكي هذا اخر موقع يمكن لانها ست مواقع فانطي انتر شوف شو يطبع لي طبع لي المواقع هسه تقول لي شنو هذا الرقم هذا مو رقم هذا عشرة بعدين ثلاثة بعدين اثنين بعدين صفر بعدين ناقص واحد بعدين اربعة واضح بس انا اذا ارتبه هذا ما يفيدني هنا فهنا شلون ارتب اول شيء انا من اقول سي اوت ولا ما اقول سيات اقول له يا ابن الحلال امشي لي سلاش تي فامشي امشي لي سلاش تي اوكي راح يقول راح يكون عندي هسه بين واحد وواحد قيمه فلاحظ لو هسه مثلا طبعت القيمه راح يكون عندي بين واحد وواحد قيمه اوكي لاحظ هسه مثلا يقول لي واحد مثلا بثلاثه باربعه بتسعه مثلا بثلاثه ناب باثنين شوف لاحظ واحد ثلاثه اربعه تسعه ثلاثه اثنين طبع لي المصفومات لكن هذا العمود الاول الصف الاول وهذا الصف الثاني شلون اقدر اقسمها؟ هاي كلش سهله. انا نرجع لنا شنو اريد؟ لاحظ احنا مو هذا هذا يطبع لي هذا معناته هذا الفور راح يطبع لي صف كامل باستخدام الجي. اوكي نرجع للرسم، لاحظ هذا الصف كل صف يبدي منو يمثل لي اياه؟ يمثل لي اياه صفر واحد اثنين، لاحظ انا صفر واحد اثنين بس من المتغير؟ متغير بس الصف. اما الاعمده فهي كلها هذا صف صفر صف واحد صف اثنين فتبقى ثابته ولكن هنا من يتغير تغير الصفوف اذا هذا الجي دائما يطبع لي الصفوف زين اوكي من تخلص طبع اخوي من تخلص طبع وتنزل او انزل لي سطر سهله كلش فانا من اخلص طبع الصف اوكي اجي هنا اقول سي اوت اند لاين راح ينزل لي سطر العمليه كلش سهله فلاحظ 33 99 6 65 34 4 المهم 22 وهنا ناقصا 99 لاحظ طبع لي المصفوفه 3 99 95 43 22 ناقص 49 اوكي دخلنا المصفوفه لهنا اكو سؤال اسمع من عندكم اذا عندكم سؤال حتى نكمل بعض الامور بالمحاضره اوكي اوكي فهنا لاحظنا هنا دخلنا المصفوفه شوف لاحظ هذا يمثل لي الصف الاول وهذا الصف الثاني وهذا الصف الثالث عندنا ثلاث صفوف اذا هذا الصف الاول عمود اول عمود ثاني عمود ثالث عمود رابع صف الثاني عمود اول عمود ثاني عمود ثاني عمود ثالث رابع صف الثاني عمود اول عمود ثاني عمود ثالث عمود رابع وهكذا زين
لاحظ هنا شنو سوى بالبرنامج، انه دخل مصفوفه 3 بـ 4 ولكن شنو دمج الارقام كلها سوي، دمج الارقام كلها سويه، لان احنا قلنا مو اتفقنا اذا بالمحاضره اللي حضرهم بالبدايه رسمنا المصفوفه وخليناها كلها قيمه واحد بصف قيمه، نفس الحاله هنا راح يخلي لي قيمه بصف قيمه، فيمثل هنا 0 بـ 1 0 بـ 2 0 بـ 3 0 0 0 0 1 0 2 0 3، وهنا أنا 1 0 1 2 1 1 1 2 1 3، وهنا أنا 2 0 2 1 2 2 2 3، أوكي يخليها بنفس القيمة. أوكي هنا سوى لاحظ من راد يطبع فسوى 4 داخل 4، وهنا أنا خلى الاند لاين أو هنا أنا الاند لاين إحنا خليناه هنا نفس الحالة، هذا من يريد يبدي ينزل سطر أو من يريد ينتهي ينزل سطر ماكو اشكال. هنا أنا راح يطبع لي، شوف هنا شو يسوي لي القيمه نفسها يضربها في 10، يعني انا ايش قال عندي المصفوفه راح اضربها في 10، يعني مثلا اي بجي يساوي لي اي بجي، يعني 0 بصفر 0 بصفر في 10، فاذا كانت عندي 1 راح تصير 10، واذا كانت عندي 10 راح تصير عندي 100، وهاي يطبعها طبيعي. احنا ناس قد دخلناها لاحظ ادخلها ارقام 8 16 90، وكلها راح تنضاف لها قدامها 0، كلها راح تنضاف لها قدامها صفر بالطباعة. لاحظ هنا 80 160 90 520 و30 الى اخره. اوكي اللي احنا راح نسوي هنا انستد فور لوب، انستد فور لوب هاي شرحناها هسه قبل شويه، او هنا الطريقه اللي هو شلون مثلها نفس الحاله الصف، في كل مره نزل سطر وقال له اعطيني ديسبلي، هذا فانكشن، بعد احنا ما اخذنا الفانكشنات ان شاء الله راح ناخذ الفانكشنات وتصير عندكم الامور واضحه، بعض الامور اللي احنا راح ناخذها. هنا مجرد يمثل لي القيم، فلاحظ مثلا هنا أنا في كل وحده راح ياخذ ايش قد عندي 4 بايت، يعني انا اذا كان عندي مصفوفه 3 في 4 ف 4 بايت في 4 بايت راح تنضرب في ايش قد 3 في 4 ايش قد 12 في 4 راح يطلع عندي القيمة ايش قد راح تطلع عندي، في كل مرة راح يكون عندي ايش قد؟ كل خلية هي عبارة عن 4 بايت. هنا عندي بعض الأخطاء اللي نقع بيها، يعني إنه بين ما نميز بين السايز والإندكس، وإنه لازم يكون عندي دائما السايز يكون عندي شنو قدامه متغيرات، او مثلا انا عندي مصفوفة 2 دايمنشن واخلي القيمة 1. اوكي نحل مثال 1. المثال اللي يقول خلي اشوف خاف احد كاتب لي سؤال قبل ما نبدي مثال. ايه موجود اكيد، هذا البرزنتيشن اللي دا اشرح لكم اياه هو من الكتاب، انا ما اعطيتكم الكتاب فهذا موجود عندي من الكتاب. اسماء تقول ما دا اسمع شيء، شلون ما سمعين شيء اسماء؟ زين نجي راح نحل مثال 1. اذا انا عندي هاي المصفوفه اللي دخلتها، انا اريد مجموع المصفوفه، اريد مجموع المصفوفه، شلون اقدر اسوي مجموع المصفوفه؟ نفس الحاله دائما انا ما دام عندي 2 دايمنشن فاختار مثلا لوبين. اوكي هنا راح اخلي بس سميشن مجموع، فانا هنا لازم شو اقول؟ اقول انتيجر المصفوفه من يا نوع من نوع انتيجر، راح اخلي انتيجر، فاقول انتيجر سام يساوي لي 0. ليش 0؟ حتى اصفر الخليه. فهنا شو اقول؟ اقول مجرد هنا شوف لاحظ سام يساوي لي سام او سام بلس بلس، لاحظ فقط سام يساوي لي سام 0. اوكي انا هنا دخلت مصفوفه مثلا 1 2 3 4 5 6 مثل هاي، فهنا انا السام لو رجعنا مثلا نزلنا لجوا المصفوفه عندي داخله كمثال، فلو جينا هنا أنا السام، سام ايش قد 0 ب 0، فاذا 0 والاي جاي 0 ف 0 1 0 زائد 1 1، فراح يخزنها وين؟ بالسام. اوكي الجاي ازداد 1 فصار هنا أنا. مثل ما اتفقنا قبل شويه 2 زائد 1 يعني السام صار 1 راح يصير 3، الجي راح يزداد 1 ف 3 زائد السام اللي هو 3 راح يصير 6. اوكي الجي صار 3 3 زائد اصغر فراح يطلع، فالاي يصير
واحد ينزل هنا راح يصير صفر، فواحد بصفر الاي أربعة، وهناك ايش قد؟ ستة، أربعة زائد ستة عشرة، أوكي؟ ويزداد عشرة زائد خمسة خمسطعش، وخمسطعش زائدا ستة واحد وعشرين، أوكي؟ واحد وعشرين. احنا المفروض راح نطبق نشوف هل السميشن يطلع لي 21، فراح اجي نشوف انه السميشن يطلع 21 لو لا، فاحنا ايش نقول؟ سي اوت سي اوت سم، فاحنا قبل السم نكتب هنا مسج معين ونطبع السم، نقول سلاش ان، شنو سلاش ان؟ يعني ينزل سطر نفس الاند لاين. The sum is okay. يقول المجموع مال المصفوفة، فنجي ننفذ. بعدين هنا أنا عندي end line موجود، راح ندخل المصفوفة أرقام تسلسلية حتى يصير المجموع مضبوط، حتى تشوفوه إنه أنا راح أطلع المجموع المصفوف، مجموع المصفوفة. هنا لاحظ راح أقول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وستة، واحد زائد اثنين ثلاثة، زائد ثلاثة ستة، زائد أربعة عشرة، زائد خمسة خمسطعش، زائد ستة واحد وعشرين. فهنا طلع لي المصفوفة، طلع لي المجموع واحد وعشرين، طلع لي المجموع واحد وعشرين، أوكي؟ طبعا نقدر مثلا نطلع أكبر قيمة مثل ما أخذنا باستخدام شرط بالمصفوفة 1 دايمنشن، نفس الشيء 2 دايمنشن. فهنا مجرد آخذ القيمة الأولى وأبدي أقارنها، مثلا هنا أنا سام يساوي لي اكس، او مثلا نقول هنا الماكس، لاحظ ماكس يساوي لي اكس اوف صفر بصفر. يعني شنو صفر بصفر؟ يعني ناخذ اول قيم، اول عنصر بالمصفوف. فهنا راح اقول اف اف، اذا شنو؟ اذا الماكس، الماكس انا بدي اكبر قيمه، مو صح؟ إذا الماكس اللي عندي هو شبي أصغر من منه من X of I of J، أسوي لي هنا قل لي إنه أنا أريد إنه إذا كان الماكس أكبر من X of I of J، مضبوط حتى بس تبين إنه هاي ماكس وهاي إنه أكبر من X، فش أقول؟ أقول الماكس يساوي لي X of I of j. ماشي، راح يصير انه انا عندي القيمه الاولى هي بالمصفوفه، اوكي؟ راح نجي هنا هاي القيمه الاولى اخذناها حطيناها وين؟ بالماكس. فيجي هنا يقارن الماكس الاي صفر بصفر، هل الماكس اللي هو واحد اكبر من الموقع صفر بصفر؟ لا يساوي، اذا ما راح يستخدم هاي، راح ينزل. راح يجي هل الماكس العفو اصغر، هل الماكس اللي عندي هو اصغر من موقع اثنين صفر بواحد قد يعني اثنين؟ اوكي اكبر. فايش راح يصير؟ انه الموقع صفر بواحد اللي هي اثنين راح تنخزن بالماكس، فراح يمسح الواحد ويصير اثنين هو شايل، ويرجع الموقع الثالث. هل هل اثنين هي اصغر من الثلاثه؟ اوكي ترو، فراح اخزن الثلاثه بالماكس، وهكذا لين اطلع اكبر قيمه، لين اطلع اكبر قيمه. راح نجي ننفذ وبالاخير شو نسوي؟ نطبع طبعا الماكس، نطبع شنو؟ الماكس. فراح نجي ننفذ، لاحظ هنا راح اطبع واحد، راح نغير التسلسل ستة أربعة عشرة ثلاثة وثلاثين اثنين وعشرين، أوكي. فأكبر قيمة هي جد كانت ثلاثة وثلاثين، أكبر قيمة ثلاثة وثلاثين، أوكي. بعد أحد عنده سؤال؟ إحنا لهنا ننهينا المحاضرة. أحد عنده سؤال حتى عين إن نسجل حضور، وبنفس الوقت نعطيكم الواجب. أحد عنده سؤال؟